اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه اهتمام الشباب الموثقين والاحصائيين والمتابعين بدقه واللي بقى ليهم منهج على السوشيال ميديا فيما يخص التحليلات الرقميه، فيما يخص النواحي الارشفيه، او حتى فيما يخص الردود المنطقيه بالارقام، بقت ظاهره موجوده ورائعه جدا، وكل حد بتلاقي له عامل تركيز في زاويه معينه. المهندس عامر العمايره الحقيقه واحد من النابغين في الجزئيه ديت. لفت نظر الفتره الاخيره. يعني الحقيقه حتى اللي عرضه الكابتن مدحت شلبي واللي عرضه كثير من الزملاء، واحنا لما عرضناه الاسبوع اللي فات او اللي قبل اللي فات احتفظنا له بحقه الحقيقه، لانه اي حد يعمل انتاج فكري وذهني مميز لازم ان يتحفز. خلي بالك ده كان واحد من اهدافنا من زمان. بالظبط. والحمد لله خدنا بايد مجموعه منهم موجودين دلوقتي. ازاي تقدر تاخد بايد الناس، وازاي تقدر تأثر في تغليب المنطق وتمكين الحسابات العقلية بدون ادعاءات وبدون مشاكل؟ ازاي نقدر نتحاور على أرضية فيها شيء من المنطق وفيها شيء من احترام العقل؟ فبينتج المسألة مثل هذه الظواهر الإيجابية لعامر العمايرة وكتير من الشباب النابهين اللي ليهم كل التحية. حتى على المستوى الصحفي الحقيقة في جيل كويس جدا بيتناقش وبيتكلم وبيقارن وما بيكررش. واحد من دول الحقيقة الزميل محمد عراقي الناقد الرياضي في اليوم السابع، عمل تجربة في رمضان مع نجلاء حلمي في الإذاعة كانت ممتعة جدا في شهر رمضان. شفت له فيديو مع الكابتن مجدي عبد الغني عن أزمة ضغط المباريات. نشوف محمد عراقي. الزمالك مصمم على أنه الأهلي يلعب المؤجلات، هل ده من حق الزمالك؟ لا طبعا مش من حقه. أو ده العدل؟ لا طبعا مش العدل. هو الزمالك مش خارج من أفريقيا؟ طب ما الأهلي طلب السنين اللي فاتت ان الزمالك يلعب مؤجلاته وانصاعوا وما لعبوش الاهلي غير لما الزمالك خلص. الاثنين كانوا في افريقيا لو تفتكر. إيه؟ الاثنين كانوا في افريقيا، الاثنين بيلعبوا افريقيا، يعني الاثنين وضعهم زي بعض. انت دلوقتي الاهلي والزمالك زي بعض؟ مش زي بعض طبعا. لا 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 ماشي. ما هو الاثنين ما هو النهارده كنت بتأدي. انت بتتكلم عشان الزمالك خرج. دي وجهه نظر. الزمالك خرج. طيب مثلا السنه اللي فاتت. كابتن مجدي مراح بس. ايوه وجهه نظر. انا ايوه السنه اللي فاتت انا متفق معاك. الزمالك في افريقيا صح. فانت النهارده لما تاجل الزمالك والزمالك متاجله والاهلي ما تاجلوش، لا العب بقى الاول. ما حدش وجهه نظر بس. انا واثنين ايه ده؟ الاثنين في دوري ابطال. طب لما الاهلي يخلص يلعب ماتشاته بقى والزمالك يفضل مستنيه، ولا انت شايف ايه؟ لا 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 كمل دوريك. الزمالك يكمل يمشي. الزمالك يمشي عادي. الاهلي هو اللي تاجله. طيب الحقيقه يا باشمهندس، يعني محمد عراقي هو منطقي للكابتن مجدي، قال له الاثنين كانوا مع بعض في دوري الابطال. واحد خرج واحد كمل. يبقى الظروف تبقى واحده بس. وبعدين قال حته انا عايز بس افكر الكابتن مجدي بيها. قال له لا، ما هو الاهلي قبل كده قال انا مش هلعب الا لما الزمالك يلعب. هنا في خلط على فكره. الاهلي عمره ما قال دي بالنسبه للمباريات المؤجله. النغمه دي كانت بتتقال في خصوص مباريات القمه. يجي الاهلي والزمالك يلعبوا ماتش القمه. يروحوا مؤجلين. لا يروح الاهلي قال لك انا مش هلعب ماتش القمه الا لما الزمالك يلعب المباراتين المؤجلتين بتوعه. الزمالك استخدم دي كتير، مش هلعب ماتش الاهلي الا لما الاهلي يلعب مؤجلاته عشان العبه واحنا ايكوال فوت، احنا الاثنين على قدم المساواه. لكن ده ما بيحصلش انه الاهلي يتكلم ان انا مش هلعب في الدوري الا لما الزمالك يلعب مؤجلاته. ده يحصل ازاي؟ انت عندك اربع خمس ست ماتشات مؤجلين، التاني هيفضل مريح وانت تلعب اربع خمس ست. طب وبعدين الدوري يعمل ايه؟ مصلحته. تعرف انت لو اتحاد الكوره هيقرر كده هيقولوا انا لعبت تعمل ايه في الوقت ده كله؟ وبقيه الفرق اللي انت هتلعبها هتعمل ايه؟ يا سيدي والله كل حاجه هتتعمل هتلاقي فيها كلمه تشكك في النوايا. فده استخدام خاطئ للمنطق ده نفسه. ما حصلش انك تيجي تقول مش هلعب كل مبارياتي الا لما الزمالك يلعب مبارياته. لا كانت يا اخي انا زعلان مساله تخص ماتش القمه. انا زعلان قوي ان وقتنا كله في الرياضه رايح في الكلام ده. انت مضطر ترد، لان لو ما ردتش هيترسخ في ذهن ناس كتير هذه الاوهام. انما ده مش الصح. بس عارف في النهايه بتلاقي في ناس عندها قدر من الفرز وشايفه سبب. أيوة. تفوق الاهلي. أي واحد فرح هيكلمك كده. وازاي بتحيي الاهلي وازاي بتشجع وهم مش اهلاويه. بس بتقدر اسباب تفوق الاهلي بعيدا عن الهبد والرغي والشماعات والكلام الكتير اللي انتوا حفظتوه. كريم زكري مدافع المصري واللي لعب في نادي الزمالك، لكن شايف الاهلي ازاي؟
احنا دلوقتي تقريبا في النسخه 63 او 62 من الدوري المصري الممتاز مش كده؟ طيب يمكن الاهلي فاز ب 42 نسخه من الدوري ده، بتشوف ايه السبب اللي يخلي الاهلي متفوق دايما على مدار بقى كل الاجيال؟ بصي النادي الاهلي انا بحترمه جدا جدا، ومش محتاج اتكلم عن النادي الاهلي، لكن انا قلت لك من شويه النادي الاهلي في سيستم مش موجود في اي نادي في مصر او موجود في 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 افريقيا كله. النادي الاهلي ايا كان اللي هيبقى موجود على الكرسي النادي الاهلي هيمشي بالنظام بتاعه بالسيستم بتاعه، حتى لو في حد انشق عن الصف بتلاقيه مش موجود والنادي الاهلي بيفضل مكمل. بيحصل ضربات او بيحصل ضربات، بس برضه بتبقى المشاكل جوه داخل النادي الاهلي ما بتخرجش بره خالص. انا بكلمك في حقائق والله ما عايز حد يزعل مني، بس ده فعلا حقيقي. النادي الاهلي كمنظومه وكسيستم فعلا يحترم. انا في وقت من الاوقات لو هشتغل في كارير اداري في النادي المصري هتعلم من سيستم النادي الاهلي. انا بحترم النادي الاهلي جدا. على فكره الكابتن ميدو في حاله من الحالات وقال هذا الكلام، وقال انا هنقل لكم تجربه سير اليكس فيرجسون لما مسك المان يونايتد كليفربول مكسر الدنيا والمان مش عارف يعمل ايه، فجابوا الراجل ده كان شاب بقى لسه، قالوا هنعمل ايه ده احنا مش عيادتنا الحيل ان احنا نلحق بليفربول، قال لهم ما تجيبوش سيرته مالكوش دعوه بيه ما تفكروش فيه، تعالوا احنا نشوف احنا عايزين ايه وهنشتغل ازاي. واذا به يحقق كل انتصارات واصبح المدرب التاريخي الاسطوري مش على مستوى بقى. يعني عايز تقول لي ميدو كان يقصد يقول للزمالك اشتغلوا مالكوش دعوه بالاهلي؟ قال كده، هو مش كان يقصد هو قال كده في الحلقه دي. دور عليها هتجيبها ويا ريت تجيبها. لان هو ساعد الحقيقه، سيبك من فترات المكايده وبتاع يبقى له راي ولا بتاع، لكن لما يرصد الحقيقه ويتكلم في الكوره ككوره ويتكلم في الامور بطريقه موضوعيه بيقول الكلام اللي من النوع ده. اللي هو ده شافه بره وعايز ولقى الاهلي بيطبقه هنا، هو ده. بيعجبك الاستاذ محمد الاتربي؟ لا هو راجل محترم، اصل انا اعرفه من زمان، ده راجل رئيس بنك بنكير مصر. كبير طبعا، وكان لعيب كوره على فكره كويس. يعني هو شلة كده، كنا في عمر واحد وكنا بنلتقي احيانا في السودسيات او حاجه، لكن هو اصغر مني. لا مش عمر واحد. هو اصغر مني. لا اصغر مني بكتير. لكن في اجيال التلحمت يعني. ايوه كان معاه الاستاذ سامح فهم وهادي، فالمهم مش دي القصه، لكن هو راجل مؤكد ما كانش هيبقى في المكانه دي الا اذا كان عنده عقليه ورصانه وموضوعيه. انه يبقى رئيس مجلس اداره بنك مصر يعني. فما يجي الحقوا استفيدوا من الناس دي، الحقوا استفيدوا من كابتن حسين لبيب، الحقوا استفيدوا من استاذ محمد الاتربي والناس اللي معاه. حسين لبيب كمان انا قلت لك انه انسان انا عاشرته. راقي جدا. استاذ مدحت البلتاجي راقي جدا، فيهم كتير. يعني هم يعني ياخدوا الفرص هتلاقي الدنيا ماشيه اختلف في سكتها. طيب الاستاذ محمد الاتربي وهو بيتكلم عن طموحاته الاقتصاديه في الزمالك قياسا على ما يحدث في الاهلي، مين افضل منه يتكلم في الكلام نشوف. يعني مدروس عشان نعمل شركه محترمه لكره القدم بالنسبه لنادي الزمالك، بيكون ويديرها ناس ثانيه اخرين خالص زي ما هو النهارده اللي بيدير الفكره اللي تروح اسماء ياسين وحسام غالي ومصطفى مراد فهمي. لا انا قصدي على فكره مصطفى مراد فهمي كان معايا في الفصل يعني. لا والله. بس هو اهلاوي رهيب. معلش وانا زملكاوي رهيب. هو اصل مصطفى مراد فاهم هو اللي اداهم نادي القرن. لا انا مش عاوز اتكلم في حاجات يعني. انا ما احبش اتكلم في حاجه. كان مع حضرتك في الفصل؟ بس حضرتك تبان اصغر. بس انا كنت لعيب كوره جامد يعني. هو كان لعيب عادي. هو لا كان لعيب كويس بس مش يعني ما كانش هو طبعا والده مراد طبعا يعني عيله كرويه الله يرحمه ابنه برضه كان فلا شخصيه محترمه يعني واحنا على اتصال يعني. يا اخي حاجه غريبه جدا، اول ما لقى الاستاذ محمد الاتربي هيقول انا ما احبش حد يتكلم في الامور دي بالطريقه دي راح ملغو راح واخده في سكه ثانيه. المساله مساله ما تسيب الناس اللي ممكن تقدم النموذج الطيب يدونا هذا النموذج. بس انا اشهد ان الاستاذ محمد الاتربي كان لعيب كوره كويس. كان لعيب كويس. كان لعيب كوره كويس. دي العلاقات الطيبه يا جماعه. والاهلي لما يبدا يشتغل بشكل اقتصادي وبفكر اقتصادي يتحدث عنه الاستاذ محمد الاتربي كواحد عقليه اقتصاديه وواحد من كبار رجال البنوك.
قال لك اعملها ويتكلم على الاستاذ ياسين منصور ويتكلم على المهندس مصطفى فهمي بكل الاحترام والتقدير والكابتن زي ما النادي الاهلي عنده كل التقدير للكابتن حسين لبيب والاستاذ محمد الاتربي وكل مجلس الاداره، بس ليه النماذج الايجابيه الطيبه الجيده المسؤوله الواعيه المحترمه ليه ما تفرضش الوضع المسؤول؟ ليه ما يحصلش فعلا تنقيه كل الاشواك اللي زي كده وتسود العلاقات الطيبه؟ بسرعه عمال يعدلي، اذا كان الزملكاويه عايزين الخير نادي الزمالك الحقوا التفوا حوالين النماذج اللي من النوع ده هتجيب لكم خير كتير. ناس محترمه، ناس نظيفه، ناس واعيه، ناس عندها وما تاخدوش الكلمتين دول بقى ان عبد القيه عايز مش عارف، لا انا بقول لكم تابعوا الناس هتلاقوا هم دول النماذج اللي ممكن يجيبوا الخير للزمالك.